السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا كده دخلنا في فترة كبيرة قاعدين في البيت كبيرة، وبدأ الطابور التاني للفيروس وعايزين نفهم بقى في ايه، لان كده الموضوع طول ومسخ. يعني انا نفسي الموضوع مسخ معايا، حصر التجول وهتقعدوا في البيت اسبوع واثنين وتلاتة، وخطر يعني وخطر ان احنا نخرج. طب وبعدين احنا دلوقتي قاعدين مهددين بالموت، الوضع يعني سخيف قوي قوي. طبعا كل شيء بيد الله، قل يا سيدنا الا ما كتب الله لنا. انا معاك في الموضوع دوت ومع اي حد يقول كده، لان ربنا كريم يعني ان هو يهدينا للصراط المستقيم اذا كان من العزله او الى اخره. لكن انا شايف ان الوضع ده لو استمر اكتر من كده فدي ازمه كبيره كلنا هنواجهها، مش قله الفلوس وبس، قله الفلوس قلت الامكانيات، والوضع بيزداد سوء عالميا كمان، ما بقاش في مصر بس. التعليم كده بينهار، الطب بينهار، كل حاجه بتنهار. يا رب نعرف نلاقي حل. تعالوا نراجع ونذاكر تاني الموضوع من اول وجديد، وننبه نفسنا ونصحي نفسنا كل حاجه بتحصل. يعني ايه حكايه المرض ده وتاريخه ايه، وتاريخ الصين دي ايه، واعراضه ايه، وبيؤدي لايه؟ تعالوا نشوف ونتابع. نشأت الحضارة الصينية حوالين نهر، النهر ده اسمه النهر الأصفر، نهر إقليمي اللي هو ونهر يانغتزي. الكلام ده كله في العصر الحجر الحديث اللي هو كان يبقى 1046 و1700، وكانت مملكة اسمها مملكة ايه؟ شانغ. تمام، دي البدايات، دي بداية الحضارة الصينية وتاريخ وجودها سنة 1046 قبل الميلاد. تمام، هرجع لكم تاني. وزي ما انتم عارفين الصين كان عندها كوارث كتير جدا جدا جدا، وضاع فيها مئات الالاف من الناس. في يعني سنة 1642 300 ألف بني آدم تحطوا الشاطئ والحواجز والليلة كده فظيعة في الصين. الصين عندك سنة 1887 900 ألف فيضان النهر الأصفر اللي ابتدى حوالينه نشأتهم. عندي هنا 1911 100 ألف. عندي حاجة تانية أخطر وأخطر بقى، ده أنا عندي دلوقتي بالأرقام المهولة 1887 900 ألف. وعندي كمان مليون هنا، مليون خسارة سنة 1939 في برضو كارثة فيضانات. فأنتوا مستوعبين يعني واحد يعني دولة يضيع منها مليون؟ يعني مش فارقة معاهم، يعني هم الأعداد اللي وروها لنا دي كلها هلعونا بيها. ده أولا. فإحنا خلينا نتكلم بقى في اللي يأكل عيش، اللي ينهي الموضوع والجزرة ديت، علشان خاطر العرب ما قالوش حاجة غلط. الطب العربي ما قالش حاجة غلط، وبالعكس اللي بيفهم هيلاقي في العلم الحكمي. وطبعا نكمل. والإضافة لأن مجاعة السن الكبرى كانت ما بين 1958 و1961، دي كانت وفقا لإحصائيات الحكومة ساعتها كان هناك 15 مليون حالة وفاة. يعني تخيلوا ليكم ما شئتوا. فالناس دي ما بتخسرش حاجة، 15 مليون حالة وفاة ما هزتهمش، أو هزتهم بس مش بالقدر الكافي اللي يدمر دولة. يعني الناس دي عددهم كبيرة، فاحنا زي ما قلنا كده احنا مخلوع قلبنا مش أكتر ولا أقل. وبرضه كل حاجة وطلع إن ليها حل، بس لما نفكر فيها بهدوء، لأن احنا عادتنا في البيت دي مش هتخلينا دماغنا تطرى، لا احنا دماغنا هتتسنى أكتر وأكتر، وكل واحد هيحاول إن هو يدور على اللي ينجيه. صح، خليكم معايا. اكتب على السكان الصينية تطلع لك النتيجة، ان هو النهاردة مليون وربعمائة واتنين مليار وربعمائة مليار وربعمائة واتنين مليون ومتين وخمسين. ايه ده الرقم ده؟ دي كبير قوي يا ماما، يا مصيبة يا مصيبة. بحب اتفرج على الحاجات دي قوي. 25 مارس 2022 اوف وورلد هم 18%. يا ماما يعني ايه يا عم ده؟ يا عم ده وتقول لي اصل الاعداد اللي بتموت عندهم ده لو مات عندهم مليون واحد لمؤاخذه يعني، ولا الدموع ولا هوا خالص. شفتوا بقى احنا خلين قلبنا ازاي؟ خليكم معايا. ايس كريم، تعالوا كلوا معايا. انا متاكد ان الايس كريم ده فكره الجماعه الصينيين. الصينيين دول عملوا كل حاجه لحد اي حاجه. الصين دي سبحان الله دول اولاد نمنم.
اولاد نمنم بس جميل الايس كريم. بيقولوا ان هو غلط على فكره عشان مرض الكورونا دوت بيجي للجماعه اللي بياكلوا ايس كريم كتير. قال لك ان هو بيحب السخونيه. هنفهم دلوقتي بقى ايه حكايه السخونيه وحكايه السقعيه وازاي ان احنا نعرف الفيروس صح. يعني اهم حاجه الفيروس ده نوعه ايه. يعني اقول لكم الفيروس ده بينتقل عن طريق التلامس. عن طريق التلامس يعني سلام الايد، سلام الرجل، سلام القوع، كل ال 180 سنتي اقل واجب عشان خاطر ما يجيلكش في وشك منه. يعني لازم مش اقل من 1.80 متر. قربت الواحد اكتر من 1.80 متر، لمس، بوسه، حضن، اهلا ابو حميد، فاهم كل الحوار ده بقى. اديني بقى انت بقى من ده كتير. وعلى فكره النهارده انا ما قلتش اقفل الباب اشرخ عشان في اخر الحلقه بقول لكم ليه، عشان اخر الفرقه هرقص. اللي بعده بقى، اللي بعده ايس كريم جميل. يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه دلوقتي يا ابني؟ بنتكلم عن الاعراض، التلامس. يبقى كده مجرد ما بيدخل عندك جيوب الانفيه، العين، البق اللي هو قطره الماء اهو، الجزء بتاع المنخور دوت جنب عينك من هنا كده وشك، شايف الجزء ده اللي هو ايه؟ تدي كده قراط، تدي قراطين كده جنب المناخير اليمين وتدي قراطين جنب المناخير الشمال. وكذلك الامر في البق، تدي قراطين من هنا وقراطين من هنا. يعني الكمامه لغايه هنا بتغطي، هي برضو الجزء دوت خطر. بس احنا طبعا مش هنقول كده بقى، احنا عايزين نحل، احنا عايزين نحل. احنا كده عرفنا المرض بيوصل ازاي. خلاص المرض اسمه ايه؟ كورونا. مكرونه بقى اسمه كورونا اللي مش عارف ايه، تاي 19 فاينتين. المهم يعني دي مش قصتي انا، ما انا هنقعد بقى نحكي. انا مش عايز احفظ اسمه عشان ان شاء الله يبقى في عتاد المنتهيين. المهم ان احنا نعمل ايه اللي قلنا عليه. عملنا ايس كريم جميل. يلا بينا بقى نحكي مراحل المرض. الفيروس ده بعد ما بيدخل لك من بقك ولا من مناخيرك، كل مهمته ان هو يروح فين؟ يروح للقصبه الهوائيه. خلاص يعني يروح ينط من مناخيرك، يخش جوه في الـ في الـ في الـ الجهاز التنفسي، يفضل يدور. ازاي؟ شفتوا الافلام الكرتون بتاعه زمان؟ يقعد الفيروس يعمل تي 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 ري تي، هوب ناطط كده. افلام الكرتون دي احنا نتخيله كده مع بعض عشان نعرف نوصل للمصيبه دي هنحلها ازاي. بالراحه كده بقى. احوده طبعا الفل المساعد جيد، نزلت لي الكتب كلها زميلي. المهم ركز عشان تفهم. خلص الموضوع على ان احنا عايزين نمنع البتاع ده انه يوصل للجهاز التنفسي، لان هو اول حاجه بيروح نطط على ايه؟ على الجهاز التنفسي، على خلايا الجهاز التنفسي عن طريق القصبه الهوائيه اللي هي بقى تنزل من هنا. يعني مع بلع الريق يقعد ايه؟ الجماعه اللي بيقعدوا اللي بيقعدوا يعملوا الكلام دوت، كل ده هيخش، هيبدا انت بتف من بقك، هيبدا طب ننزل لتحت شويه، هيوصل الفيروس مع بلع الريق. بس الفرق ان في هنا لسان المزمار. خلاص القصبه الهوائيه بيمنع التنفس عن الايه؟ عن النزول المعده اللي هو الريق او اختلاط الهواء ما بين الهواء وما بين البلع. بالعلوم اللي هو يعني بقى انتوا فاهمين، يجي لغايه هنا. اللي ينزل المعده مش هيديك تاثير قوي الا على الاعضاء، لان ده زي فيروس انفلونزا زي البرد اللي تلاقي معدته مكسره وجسمه مكسر ومعدته وجعاه وبتمغص. ما هو نزوله في المعده هيعمل كده فعلا، وده برضو شكل من اصابه الكورونا. ما هو خلي بالك هو بيصيب الشقين، في الجزء الثاني اللي هو بقى بيحب يتوضد فيه، هو ده مكانه اللي بيستقر. لان في المعده مش هيستقر، في المعده مش هيستقر. هو لما بيستقر بيستقر فين؟ في الجهاز التنفسي، لان ما بيوصل للرئه. وصل للرئه قلنا قد ايه؟ النوم يبدا من 5 ايام 15 يوم يظهر الاعراض. والراجل مننا يبدا يعدي امتى؟ الست تبدا تعدي امتى؟ المضرور ده يبدا يعدي امتى؟ امتى هيعدي؟ ثالث يوم ان شاء الله. ثالث يوم يبدا يعدي. ركزوا معايا في الاعداد في الشرح. من 5 يوم ل 15 يوم هيبدا يظهر. في حاجه كمان
عايزين نفهمها ان هو لو وصل للرئه قلنا هيبدا ان هو يظبط الكلام، هيقتل الجهاز التنفسي، هيقتل خلايا الجهاز التنفسي خالص، يعني ها ها مفيش، مش هتعرف تاخد نفسك. زائد بقى ان لما ينزل المعده بيروح على طول على الكلى، يبدا يعمل ايه؟ يدمر الكلى دي نهائيا. فتبدا بقى المراحل اللي بيمر بيها ايه هي؟ دي في التنفس. ليه؟ ما هو كل المكان ده لحد الرئه هو وصل له خلاص. هتلاقي نفسك مش عارف اخد نفسي، وتلاقي السعال الجاف كحه ناشفه، يعني واحد يفضل يحزق لما يجيله بواسير. طبعا معروف الحزق بيجيب ايه، احنا كبار بقى وفاهمين. انا بتكلم على فكره الناس اللي بتفهم كلامي. عندك بعد كده طبعا بقى الحمى، دي درجه الحراره اللي ما بتنزلش فوق ال 39 و40 بقى، وفي حالات اتسجلت اعلى من ال 40، ربنا يسترها يعني علينا وعليكم ان شاء الله. اما بقى بالنسبه للصداع فهو ده حاجه فظيعه، ربنا يا رب ما يورينا. مرض الضغط سهل ان هم يوصل لهم، مرض السكر ربنا يسترها على الجميع، الم العضلات، شعور بالتعب. طيب ايه الحكايه دي؟ المرض الفظيع اللي بيخش من هنا ده يدمر الدنيا دي وينزل على الكلى ايه؟ الموضوع صعب قوي، الموضوع بدا ليه ان هو يبقى فعلا فعلا صعب، عشان كده من حقه يعني من حق الداخليه، من حق النظام، من حق الريس ان هو قعدنا في بيوتنا. بس هي احنا مش هنفضل قاعدين في بيوتنا كده كتير، لازم برضو نحل مع بعض، خلينا التقيل جاي ورا. المرحله اللي بعد كده هي مرحله الالتهاب الرئوي، يعني البني ادم يفضل لما فجاه ناشفه هوب اتحط عليه التهاب رئوي، يعني كده اصبح انه عنده بدايات السل ضرر ده كده ده التهاب الرئوي. لكن تخيل بقى ده كورونا، يعني كورونا ده حاجه اشد من الالتهاب الرئوي، اقل من السل والعياذ بالله، ها اشد من السل لا مؤاخذه. فاكرين السل؟ السل ده موت ناس كتير برضه، فده برضه نوع من انواع ايه؟ الفيروس الانفلونزا. يعني ركز، الانفلونزا مش شديده، دي الانفلونزا مش خنازير، مش فراخ، مش سارس، ركز، ده الانفلونزا دي ايه؟ بوم، مش فيروس عادي. بس هم عمالين يقولوا فيروس كورونا كورونا، ما يقولوا انفلونزا جديده جايه من الصين. خلونا نكمل. زائد كمان ان هي بتستهدف ذوي المناعه الضعيفه، تستهدف كبار السن، الشيخوخه، تستهدف الناس الكبيره في السن التعبانه، بتستهدف الناس اللي مناعتها ضعيفه، المرضى بقى، سكر، ضغط، احنا قلنا من شويه. اي حد يعني مش هيقدر يتعايش مع الفيروس الجديد. يعني تقدر تقول ان ربنا ارسل لنا وباء، مرض طلع فيروس برد، شويه برد ورانا حجمنا. يا ترى مين السلاله اللي هتقدر تفضل وتستمر في الوباء ده؟ لان كل فتره لازم يحصل وباء، والسلاله القويه هي اللي بتفضل. بس طبعا ربنا ادانا عقل، وادانا موهبه، وادانا فكر، وخلانا برضو نقدر ان احنا نحاول نغير من مجرى الامور شويه، او نحاول ان احنا نغير الوضع شويه. فمن علينا بالعلم، لان العلم ده شيء مهم جدا جدا جدا، واكيد كلكم بدون تطويل عارفين العلم فوائده. ف وطبعا المريض اللي بيعلم بقى واللي ما بيعلمش كله رايح مع بعضه، بيبدا يحصل له انسداد للجهاز التنفسي، فشل في النظام، فشل الكلوي، دلوقتي في غسيل كلوي ويوي، لان دي نسبه فيروسات بتبدا تعمل سموم على الكبد، بيحصل له فشل. طب سموم على الكلى، سوري، بيحصل له فشل. اما بالنسبه للجهاز التنفسي فخلاص بيحصل توقف تام للجهاز التنفسي، فشل، ارتشاح في الرئه بقى، وزياده نسبه السوائل، مدمر مدمر، حاجه اسوأ من السل، اسوأ من الضرر، هي حاجه اشبه بالطاعون. يعني ربنا يسترها علينا وعلى الجميع. الواحد قاعد في البيت وفي وسط عياله بس ممكن الواحد ياخده ويموت فجأة من وسط عياله، يعني الوضع خطير قوي. بس طبعا عشان كده احنا مش هنفضل قاعدين بقى في بيوتنا نستنى الموت يجيلنا، احنا اكيد لازم نعافر، ولازم نعافر قوي. وبكده بقى نهيت معاكم النهارده. المرض ده بيجيلنا ازاي؟ واعراضه ايه؟ وبيؤدي لايه؟ في ظرف 15 يوم. الإصابة من بعد تالت يوم تقدر تعدي. الإصابة بعد ما تنتقل تالت يوم تقدر تعدي. بعد 15 يوم، من 5 ل 15 يوم تبدأ تظهر أعراض المرض. 15 يوم حد أقصى. 5 أيام حد أدنى. أقل حاجة 5 أيام وأقصى حاجة 15 يوم يظهر المرض. وطبعًا من 5 أيام ل 15 يوم بيكون يتمكن من القصبة الهوائية، يعني من الرئة.
تابعونا وان شاء الله خير. تابعوني من مكتب العم طوطة اليوم الاول. تابعوني.